أجمل أنواع الفواكه في الصيف، بنحب قوي ناكلها ونشربها عصير كمان. يا ترى ممكن نزرعها بنفسنا؟ طبعا ممكن، معانا في بستان الصغير. تنمو في المناطق الاستوائية وظهرت أول مرة في الهند. تعتبر المانجو من أكثر أنواع الفاكهة فائدة للإنسان لاحتوائها على الفيتامينات والدهون والمعادن والألياف، وتجمع كل ما يفيد جسم الإنسان ويغذيه. السلام عليكم. تحبوا نزرع النهارده ايه؟ مانجا. ان شاء الله هنزرع مانجا. تمام، ادي حبايه المانجا. تمام، اللي احنا بنستفيد منها بناكلها، بعد ما ناكلها بنجيب الايه البذره بتاعتها علشان نزرعها. قبل كل ده بيكون ايه جهزنا التربه بتاعتنا. تمام، جهزنا التربه، نجيب البذرايه دي. ايه دي؟ البذره بتاع المانجا بناخدها. تمام، نحفر لها حاجه بسيطه. الشقرب بتاعنا. وفي معلومه لازم نعرفها واحنا بنزرع المانجا، المانجا مش زي اي زراعه تانية. المانجا لها زراعه خاصه، لا ينفع ننزلها واقفه ولا ينفع ننزلها على سفه، لازم تنزل بايه بجنبها عشان لما تطلع بتدي الجذر بتاعها لتحت وبرعم الخضار بيطلع ايه لفوق. تمام، يبقى احنا لما نيجي نزرع مانجا نزرعها ازاي؟ على جنبها كده زي الميت كده. تمام، بنحفر لها بسيط ونروح حاطينها على جنبها كده. تمام، ونبدا ايه وردة نادرة، هتشوفوني في البستان الصغير. أنا اسمي ليان، خليكم معايا هتشوفوني في البستان الصغير. لازم تكون ايه نتاكد انها مش باينه كده عشان الشمس ما تاثرش عليها. تمام، لازم نزرعها ونغطيها كويس بايه بالتربه، تروي كل اسبوع او 15 يوم. ده الكلام ده لو هي ايه مزروعه في ارض مسطحه، لو مزروعه في بوت او قصيص تشرب مثلا كل يومين، كل يومين تشرب ميه. تمام، ممكن البذره دي ممكن ما تزرعهاش في قصيص، ممكن تزرعها في الارض عندك في الجنينه، فبتزرعها ترويها كل ايه كل اسبوع، كل اسبوع قريب. تطلع بعد قد ايه؟ بتقعد من شهر
لشهرين، نموها من شهر وشهرين تبدأ تخرج من الأرض. بعد ما تخرج الأرض توصل لمستوى معين، تبدأ معاك من 10 سنتي لغاية لما توصل إيه 70 سنتي. 70 سنتي دول توصلهم بعد كده بعد سنتين. بعد سنتين اللي احنا زرعناه ده مش دي المانجا اللي احنا بناكلها، دي النوع البلدي، تمام؟ النوع اللي هو ايه، ما هو لا هو عويس ولا هو صديق ولا هو زبديه ولا هو اي نوع من الانواع، اسمه بلدي، تمام؟ بيكبر وبيكون للمستوى ايه ده، المستوى ايه ده. لما بيكبر المستوى ده كده عمره عامين سنتين، عمره سنتين. لما بيكبر يوصل للمستوى ده بنضطر احنا بقى ايه نجيب النوع اللي احنا عايزينه، اذا كنا بنحب العويس، اذا كنا بنحب الصديق، النعومي، الهايدي، التومي، كل دي اصناف مانجا، تمام؟ البالمر، كل دي اصناف مانجا، في منها اصناف مصريه، في منها اصناف من بره يعني من امريكا وكده، تمام؟ بنيجي لما يوصل المستوى ده بنحب نطعم ايه العود ده، نطعمه على اللي احنا عايزينه، تمام؟ اول حاجه بنعملها ان احنا بنجيب القلم اللي احنا عايزينه، دي جبناه من شجره كبيره اللي هي الصنف اللي احنا عايزينه، اذا كان عويس او صديق او ايه تيمور او اي صنف معين، تمام؟ من ايه بنقص القلم كده، تمام؟ ده طبعا فرع كبير، يعني ده يعمل له حوالي 5 اقلام. القلم بتراوح 15 سم، بيكون طوله 15 سم. بناخد القلم اللي احنا عايزينه، هو ده القلم. بعد ما قرقناه لازم يكون القلم فيه عيون محضره، العيون البراعم دي، تمام؟ يكون ايه جاهزه للشغل، بحيث ان احنا لما نحطها في العود توصل للمستوى اللي احنا عايزينه. بنقص دوت، طبعا بتقص ازاي؟ بنقص دوت مش اي قصه، مش ينفع نقصه من هنا، ولا ينفع نقصه من هنا، لا، لازم القلم اللي احنا جبناه نقص على قد السمك بتاعه في العود، ماشي؟ يعني القلم ده مثلا تخنه كده، فاحنا بنروح قاصين مثلا منين؟ من هنا كده، تمام؟ بنيجي نبدا عمليه القلم ايه؟ تطعيم. دي مرحله اسمها مرحله ايه؟ التطعيم، تطعيم المانجا للنوع اللي احنا ايه عايزينه او حابينه، تمام؟ جبنا القلم، بنجرح القلم بالشكل ده، تمام؟ ونجرح الأم نفسها بالشكل ده، واخدين بالكم؟ طبعا انتوا كاطفال مش بتعملوا حاجه دي، احنا انا عندي عود في الجنينه بتاعتي، او عندي عود بجيب حد متخصص في تطعيم المانجا يعمل لي الشغلانه دي، تمام؟ اللي هي مرحله التطعيم. بنجيب القلم يخش في الايه العين كده، تاكد ان مفيش جرح من القلم نفسه باين فوق، تمام؟ دي اسمها طعم عاشق في معشوق. بنجيب المت، ده اسمه مت، تمام؟ ده مت، بنجيبه ونطعم بيه العود. طبعا في لفتين للعود، في لفه ممكن تجيبها من فوق لتحت، وفي لفه ممكن تجيبها على مرحلتين، تمام؟ حد يجي يتعلم الطعمة أو يطعم لازم يتأكد من إن الراس نفسها دي ضغطية، ليه؟ لأن لو حصل مطر أو حصل شمس ما تخشش هنا وتوصل في العود نفسه تعمل عفونة. لازم تتأكد إن الرباط محكم كويس بحيث تبدأ العين تخرج منين؟ من العيون اللي إحنا عملناها دي. ده طعمناه. بعد ما بيطعم ويبدأ يخرج بيوصل لمرحلة إيه؟ دي
المرحلة دي بعد خروج الطعم. لما يبدأ يخرج لازم نفك الأكياس اللي حواليه دي، نفكها بالقطر. هو بيخرج بعد كام يوم؟ بيخرج بعد حوالي من 20 يوم لشهر. بداية خروج الألم دي يخرج، يبقى عيون صغيرة أصغر كده، من 20 يوم لشهر. لازم نتأكد من فك الأكياس دي. ليه؟ لأن الأكياس دي لو فضلت في العود نفسه وماسكة كده، العود يكبر ممكن يتكسر. الأكياس دي ممكن تخنق الكيس تكسر، فبنفكها بعدين. تمام؟ بيوصل المرحلة دي تمام؟ ويبدأ إيه؟ يكبر بقى، يوصل للمسؤولة. وبكده يكون إيه؟ عرفنا نزرع المانجا، وعرفنا لما تكبر بنعمل إيه، وعرفنا نطعمها. تمام؟ في الآخر بيطلع العود ده على حسب النوع اللي أنا اخترته من ده. إذا كان صديق أو عويس أو زبدة أو فجر أو هايدي أو تومي أو لمبة، أي كذا نوع يعني. في أنواع كتيرة جدا للمانجا. تمام؟ وهي دي إيه؟ مرحلة زراعة المانجا. بالنسبة للأشجار الصغيرة، في أشجار كبيرة أكبر من كده بنضطر نطعمها. لو مثلا أنا عندي عود كبير تمام؟ وعود شجرة كبيرة قوي وفيها طالعة مثلا عويس، وأنا نفس الشجرة دي عايز أكبى فيها كذا صنف. يعني الشجرة نفسها عويس وأنا عايز أكون أخلي الشجرة دي فيها عويس وفيها صديق وفيها تومي وفيها تيمور وفيها هندي، كذا نوع. نفس الشجرة دي زي ما أنا عملت في دي، بعمل في الشجرة الكبيرة بس ما بقصهاش كلها، لا بقص منها فروع معينة تمام، وبجيب حاجة اسمها ستريتش، غير المت الرفيع ده، غير المت ايه الرفيع ده، ده ستريتش بتلف بيه العود الكبير، تربط بيه العود الكبير. تمام؟ العود الكبير بيتلف بيتقطع تمام، بيتقص القلم اللي انا عايزه، لان حجم العود بيكون اكبر من ده، فبضطر اجيب له الاستريتش الايه الاكبر شويه من ده، وبطعم نفس العمليه اللي انا عملتها هنا. بتكون في الطعمه الثانيه دي اسمها طعمه عاشق في معشوق، الطعمه الثانيه اسمها طعمه جانبيه. تمام؟ يا رب يكون استفدنا من الحلقه دي، ويا رب يكون اتعلمنا ازاي نزرع المانجا، وازاي لما تكبر نطعمها، وازاي طبعا ما بين انها توصل من الزراعه حتى النمو، ده بيكون في وسط المرحله دي مرحله رعايه وصيانه المانجا، اللي هي منها تنقيه الغريبه، مكافحه الرش، مكافحه المبيدات الفطريه اذا كان فيها الورقه مصاب اي حاجه بنرشها. تمام؟ في المرحله اللي هي ايه، من مرحله انها بذرة حتى توصل للطعمه، وبعد ما توصل للطعمة حتى تكبى شجرة، ومع ذلك مدى الحياة. طبعا زي ما احنا عارفين المانجا في مصر في منها انواع كتير، ومنها الانواع الحديثه زي الهايدي والبرمر والكيت والكنت، وفي اصناف نزلت كتيره في مصر هنا، يعني الاجنبيه مش اللي بيقولوا عليها اجنبيه تمام، دي بدا انتشارها الحمد لله في مصر بمكان شاسع الحمد لله يعني. ومن طبعا من ضمن الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها في المانجا، اولا بالنسبه للرعايه ان احنا نراعيها تمام من الحشرات اللي بتصيبها، زي الحشره القشريه نبدا نلحقها بسرعه ونراعيها، لان الحشره القشريه دي لو اصابت عود فبالتالي سريعه الانتشار بسرعه، يعني ان احنا لو عود اصيب بحشره قشريه لازم نلحقه فتره لا تتجاوز الايام، يعني علشان لو اصيب عود واحد بيصيب كل اللي حواليه، بيصيبها مرض اخر غير الحشره القشريه اللي هو المرش، تلاقي العيدان كلها مره واحده سقطت الورقه بتاعتها، فلازم ان احنا نحافظ ونخلي بالنا من العيدان دي ونلحق بسرعه الرعايه بتاعتها. تمام؟ برضو بالنسبه للحاجات اللي ناخد بالنا منها في زراعه المانجا، مواعيد زراعتها. المانجا تبدا زراعتها مثلا من شهر 7 بدايه تجهيز التربه بتاعتها، ونبدا بقى بيكون نطقه الثمار وبناخد منها البذره، تبدا من شهر 7 حتى غالبا شهر 12 يعني. ابدا نزرع فيها من اول شهر 7 لغايه شهر 12، بعد كده ما ينفعش زراعه المانجا. في شهر 7 بنبدا نزرع البذره بتاعتها،
شهر 8 و9 لو في مثلا عندنا عجز في النمو بتاعها بتاع بناخد الملش البذره الملش ونرقع بيها عمليه الترقيع للبذره تمام، بنحافظ عليها ونكافحها ونرشها بالمبيدات والحشريه والفطريه الى ان تكبر سن مثلا 2 سنه. بعد 2 سنه بنطعمها زي ما احنا عارفين التطعيم، ونجيب الصنف اللي احنا حابينه ايا كان، هايدي تومي لانجره عويس، في اصناف كثيره جدا في المانجا تمام. بنبدا بقى نطعمها ونحافظ على التطعيم. اول ما نبدا نطعمها ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا جدا اللي هي بتضرب تحت الطعمه نفسها، ده اسمه سرطان، لازم نشيله اول باول، لان السرطان ده سريع النمو. اول ما بتطعم بعد 15 يوم تبص تلاقي العود نفسه تحت القلم على طول طالعه براعم جديده ونموات جديده بطريقه كثيفه جدا. لازم اول باول نلحقها ونشيلها علشان دي بتمص الغذاء اللي واصل للقلم اللي احنا طعمناه، لازم نشيله اول باول ونفرطه اول باول تمام، وعلشان الغذاء يوصل للقلم ويبدا القلم يشتغل. اول ما القلم يشتغل لازم بناخد بالنا من فتره التسميد والرعايه بتاعتها حتى تكبر وتنضج وتوصل للعود اللي احنا المستوى اللي احنا عايزينه. من اصنافها طبعا المانجا الكيت، الصنف اللي هو يعني يقال ان هو قزمي، الكيت والكنت قزمي ماشي، والتومي دول ما بيوصلوش ما بيعلوش، فبنحتاج كل مثلا سنه عمليه تقليم ليهم علشان العود ما يهدلش والمانجا بتاعته ما توصلش للارض وكده، فبنحتاج نقصهم بشكل معين، دي عمليه الصيانه علشان العود ما يوصلش الطرح بتاعه، لما يوصل ياخد العود ويتقطم وكده يعني، فبنحتاج كل سنه نعمل لها عمليه تقليم بمستوى معين. بعد كده احنا بناخد بالنا برضو من مرحله ان هي احنا لو عندنا عود مثلا بقى شجره كبيره مثلا زبده وحابين نغير شكله الى نوع مثلا تاني، عود نفس العود بس عايزين نطعمه نوع تاني، دي حاجه اسمها طعمه الكراسي. بنقص العود نفسه الكبير بنقرطه بالمنشار او كده او السرداء ماشي، ونطعم طعمه كراسي نفس العود ويطلع يبدا يخرج برضه ويعمل ايه حدان تانية. دي من الحاجات المعلومات اللي احنا بناخد بالنا منها في المانجا، وبنتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح ان شاء الله في برنامجكم البستان الصغير. متخافيش ما تخافيش، بيحبني بيحبني ما يحبنيش، بيحبني ما يحبنيش، بيحبني ما يحبنيش، بيحبني. ما جت عيني في عيني حسيت بقلبي ملئ ليا، يا ريت نعيش ما بين ايدي لانني ما يهمنيش. يا ورده قولي ما تخافيش، بيحبني ما يحبنيش، بيحبني ما يحبنيش، بيحبني.